عارف يا عزالية، ساعات بحس كده ان انا قلبي بيتقبض مني، بحس ان ممكن يحصل حاجة تخلينا نبعد عن بعض. شيخة بعد الشر نبعد عن بعض ايه؟ بعدين بقول لك ايه؟ ما انت ممكن تتجوزي وتمشي وتسيبينا يا ستي. الله يحفظك. هتجوز ايه؟ ما خلاص بقى، هو بعد ما شاب ودي الكتاب. شباب كتاب ايه؟ انت زي القمر. بقول لك ايه؟ والله العظيم نعمل لك احلى فرح، وخلي الدرب الاحمر كله يقول اخت عسليه عملت فرح ولا احلى فرح، وارقص لك ثلاث ليالي. عارف يا ولدي عسليه مسميني ايه في الحاره بتاعتنا والحاره اللي جنب حارتنا كمان؟ مسميني افراح ام شنب. مني يعني كل ما بتتخانقوا انتوا الاثنين بنزل اضرب الرجاله عشان مين بقى اخويا هيتجوز واحده مسترجله زيي؟ انا المهم افرح بيك انت وافرح بزماره واشيل عيالكم. نفسي اشوفكم متجوزين. انا اتجوز؟ انت شايفه بقى افراح؟ كل ما اروح الاقي متجوز واحده، كان نفسي اخدني في حضنه وقول له وحشتني عسليه. اتأخرت ليه العسلية؟ أقول معلش يا أبو آخر مرة، ياخدني في حضنه كده، كان نفسي في مرة بس ياخدني في حضنه، بس للأسف بقى الفلوس واخداها والدنيا واخداها، أنا ماليش أب. ما كلها محصلة بعضيها عسلية، أنت شايفني يعني أمي بتعمل معايا إيه؟ أنا طول عمري نفسي أحس إن أنا زي البنات، أمي تسرح لي شعري، تعمل لي ضفاير، تجيب لي فستان جديد. أنا طول عمري بصحى من النوم ألبس البنطلون وأنزل أقف في الأتيليه، ساعات ببقى حموض، نفسي أنام، نفسي أرتاح. أمك طيبة أفراح، والله أمك طيبة، بس هي على نيتها. أنا عارفة. ما أنت شايفة. كل ما أقول يا أم صباح الخير تقول لي هات فلوس، مساء الخير يا أم هات فلوس. مش عارف بتعمل معايا ليه كده؟ على فكرة بتحبك انت وبتحب زمار، أنا بتحب ليه؟ لا يا أخويا، ما تقولش كده، بس عليك. إيه ده؟ إحنا قلبناها غم ليه كده؟ بقول لك يا بنتي، الواد مصالحي أنا حاسس كده إنه عينه مني. خدت بالك؟ خدت بالي يا بنت؟ في حاجة منك ومن مصالحي؟ لا والمصحف. آه بحسب يعني. لا والله. وبعدين قولي لي يجي من الباب يعني. عارف يا بنتي أفرح وربنا يكرمني، أبقى معايا فلوس كتير. يا ايه هتعمل بيها ايه؟ كنتش هديكي ولا تعريفه. السلام عليكم يا جدعان. يا جدعان نتجمع هنا، عايز اكلمكم في موضوع مهم. يا جدعان مفيش ولا متابع. الفلورزو يا جدعان، الفلورزو بتوعي فين؟ قد انا ما عملتش لايف اصلا. لايف. السلام عليكم يا جدعان، اهلي وحبايبي وناسي ومنطقتي وجيراني وعم سعيد عشان ما يزعلش، وعم محمد واخواتي كلهم اللي بتشرف فيهم، والفلورزو فلورزو حبايبي كلهم. انا زماره زي ما اتعودتوا عليا ان انا بطلع اقول الحقيقه واتكلم في موضوع تخصنا وتخصكم كلكم. اولا النهارده حابب افتح موضوعين. الموضوع الاولاني يا ريت ما نتكلمش فيه عشان انا ما بحبش اجرح في حد، انما بالنسبه للموضوع التاني لو انا فتحت فيه ابقى بتكلم في الموضوع الاولاني وهننقش في القديم ونجيب القديم، يبقى بلاش نتكلم في الموضوعين يا جدعان. عشان كده انا شايف ان احنا نطلع لايف بكره اكون انا برضو حضرت حاجه اقولها، لان انا برضو ايه انتوا عارفيني بتكلم على سديتي، لكن انا هتكلم في الموضوعين لان انا واضح معاكم من الاول واخوكم زماره عمره ما خدعكم. اولا بالنسبه للفتره الاخيره الاشاعات اللي ظهرت ما بيني وما بين سعيد خنفسه، انا ما بحبش اغلط في حد وما بحبش اقلل من قيمه حد، عشان سعيد خنفسه ده حرامي. ايوه حرامي يا سعيد خنفسه. رانيا انا مصدقك يا زماره حبيبتي. رانيا شوف يا سعيد خنفسه، انت سارق كل حاجاتي وقاعد تنتشر بقى في السوق وتعمل فيها ان انت سيطره وانت اللي هنا وهناك. لا يا سعيد حرامي، سارق كل الحاجات. الجزمه بتاعت عم محمد سارقها من قدام الجامع، والجاكيت الافان سارقه برضه من قدام الجامع. انت بتسرق كل سرقاتك قدام الجامع، ولو ركزنا كلنا في لبس سعيد خنفسه هنلاقيه من لبسنا احنا ومن مالنا احنا. ده بالنسبه لجانب اللبس. بالنسبه للغنى بقى سعيد، ما تجيلي بقى
ما تجيلي سعيد بقى في صوتي وفي احساسي ونتكلم انا وانت واللي دي مش بتاعتي والله مش بتاعتي دي مش بتاعتي يا سعيد يا خنفسه. ماشي يا خنفسه مش مسامحك، لكن انا بقول لكل الناس اللي بتتكلم على زماره، زماره طلعت عليه اشاعات في الفتره الاخيره وقالوا زماره في دوله عربيه، زماره يرمي كيت على احدى الرقصات. منين؟ منين زماره معاه الحاجات دي؟ زماره يكتب شيكات بدون رصيد. انا هقول لكم كلمه واحده، السلام عليكم. قول على طول. الأفضل زمارة وعمر ما هخدعك عشان أنا صادق معاكوا، وسعيدة خنفسة حسبنا الله ونعم الوكيلة سعيدة خنفسة. يا حرامي يا ابن الكلب. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. أنا حابب برضه أنوه لكم عن المفاجأة اللي جاية، مفاجأة مهرجان من مهرجاناتي. الكلام أنا هقول لكم بس لحظة منه. زمانها جاي جاي بعد شوي، ماما زمانها جاي جاية بعد شوي، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها حاجات، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنط فيها وز وبط. أوعدكم بكل جديد، زمارة بيحبكم، زمارة بيمسي على أخوه حبيب ظريف جميل لطيف. الاسم ده احنا كلنا اخترناه في الحارة عشان يبقى بتاع حبيب. تعيش حبيب يا زمارة. حبيب حبيب حبيب. السلام عليكم يا رجال. ربيه ايه عدمت التربيه انت؟ لا 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 لا، فين عيالي؟ انا عندي عيال. يا لهوي فين الجيران؟ انا عندي حراميه في البيت، ولا ده موقف ولا ده ايه؟